ادي اهو الباور سبلاي في شانل عليها 24 بالكارنت ليميت 65 ملي امبير، وشانل 2 طبعا انتوا هتعملوها 30 عشان يبقى في تغيير ما بين كل جروب وكده، وده 5 فولت على كارنت ليميت 15 ملي امبير. 5 فولت دي المفروض اللي هتدي ليه البي اكس، تمام، وده اللي هو البي سي سي بتاع الترانزستور اللي هو ده، والاوب ام ذات نفسها دي الدايره اللي احنا سيبناها جوه الصوره، تمام. المقاومتين اللي هتلاقيهم متشبكين في بعض دول، دي ال 250 اوم. انت كده كده بتطلع المقاومات كلها وبتقيس كل واحده لوحدها، هتلاقي معاك 400 كيلو، واحده 1 كيلو، واحده 2 مع بعض بارل 250 اوم تقريبا. ومعاك بقى ار لود كذا واحده، واحده 100، واحده 300، وواحده كبيره 3 كيلو اوم، اللي احنا بنثبت بيها ان لما هنزود المقاومه قوي التيار مش هيثبت. وده الايه الاميتر اهو موصلينه مظبوط وواقفين على الرينج المظبوط، والتيار بصفر، الدايره بصفر. وحاطين هنا مقاومه، فين الار لود هنا انا مش عارف مكانها، بس يعني ايه هيبان دلوقتي هي فين من خلال توصيل اهي اهو الار لود هي دي، فدي هنجرب بيها، هي غالبا 100 200 300 مش عارفين دي اللي ايه اللي احنا هنجرب بيها. هنبدا على الخمسه، المفروض يمشي لي كام ملي امبير هنا؟ لو ده 5 فولت 20، هندوس اب ماشي كام؟ تقريبا 20، هنخليها 4 فولت بقت كام؟ 16، 3 فولت 12، 8، 4، 4. مين اللي كان عايز يخليها لو 6 فولت؟ انا 24، بس ده شغوف في الصناعه، فانت هتفتح مصنع لوحدك تعمل فيه الكلام ده، ماشي؟ فاحنا كده اتاكدنا. طب انا عايز اشوف هل ال 20 ملي امبير دول هيفضلوا ثابتين بغض النظر عن قيمه المقاومه او لا. فده كده ابو تاني هنقيس بيه ايه؟ او ونفصل دي كده. المقاومه اللي كانت موجوده معايا هنا اللي هي الطرفين دول اهي قيمتها كام؟ كام؟ 100 او. هنخليها هنا وهناخد واحده ثانيه كده. دي كام؟ 150. يعني في زياده 50%، نجرب كده اللي هيحصل لما نحطها. ال 20. طيب هنجيب واحده كبيره بقى اللي هي كانت شاريها، ماشي، بس المفروض دي واحده صغيره. اشتغل انت مخرج. خمسة كيلو، هنحط الخمسة كيلو كده اهي. المفروض ما يبقاش 20 مللي، صح؟ اللحظة بقى 20 مللي. حطهم بارل طبعا، عشان مش فاهمين حاجة، عشان حاطهم بارل. فين القلم اللي انا شغال بيه السبورة؟ حاطط المقاومتين بارل، فبالتالي الخمسة كيلو مش موجودة. لما نشيل بقى اللي كانت قبل كده اللي هي يعني واحدة دي، بسم الله، واضح؟ فاهمين حاجة؟ بقى كده بصفر، ماشي؟ دي كده دي جربنا دي، دي 3 كيلو برضه نفس المشكلة دي اللي حاصلة، ماشي؟ يبقى عندكم انتوا مقاومتين، واحدة 100، واحدة 150، هتشوفوا واحدة 300، هيتجربوا زي ما عملنا كده، 1 2 3 4 5 فولت بالملي امبير بتاعها، وبعد كده هنيجي عند ال 20 ملي امبير، نشيل ال 100 نحط 150 أو نحط 250، وبعد كده نشيلها نحط الإيه؟ ال 3 كيلو او 5 كيلو، اتاكد التيار ايه بيبقى ثابت طول ما انا اقل من الماكس اللود ار ال، واول ما تجاوز الار ال ماكسيم الاقي التيار بيقل. واضح؟ جروب